بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواني أخواتي، ساكنة مدينة بني صار المجاهدة. وأخيرا 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 الحلم سيتحقق. جماعة ديالنا ديال مدينة بني صار ستفتتح المقر ديالها، مقر الجماعة نتاع جميع المواطنين ديال جميع السكنة، غدا السبت 31/8/2024 مع الساعة 6 مساء. إخواني أخواتي، مقر الجماعة ليس هو ملك لشخص أو لأشخاص، بل هو ملك لجميع أبناء مدينة بني صار هذه الساكنة. وعلى هذا إننا جميعا غدا مدعوون قصد المساهمة والمشاركة في الافتتاح، هذا الافتتاح الذي سيكون حاضرا فيه وسيفتتحه رئيس الجماعة وأعضاء مكتبه المسير وباقي مستشاري الجماعة. إضافة على هذا سيكون هناك حضور مهم ديال مجموعة ديال الضيوف والناس اللي كيحبوا الجماعة بني صار، غادي يجيو باش غادي يشاركوا معنا هاد الفرحة ديال افتتاح هاد المقر الإداري، فين غادي يبقاو يجتمعوا الناس ديال مدينة بني صار وكذلك قضاء المصالح ديالهم. لهذا أدعو الجميع الساكنة ديال مدينة بني صار باش غدا مع 6 ديال العشية غادي يجيو للجماعة باش غادي يفتتحوا للتاريخ ويحضروا مع الناس للتاريخ هذا الافتتاح ديال المقر الجماعة. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.